فينا احنا يوم مدحته لو سكتنا ما تهاوش شغليه. انا قاعد اصارع شعوري فرح والليله حلوه، لكن اللي ودي ارجع يعني شوي اشد الموضوع. وش الهوشه دي؟ الحين بنشوفه. تابع يلا شوفوا شغليه مقطع من 2001 سووها المشاركين. يلا شوف حبيبي الكاميرا اليوم عليك. ريال يعني هذا قاعد يرتب كراسي وهذا يقول جنب عني يا ورع وهذا وجنبني يا ورع. هذه ألفاظ تطلع للإعلام علي. والله رب البيت إنه محور سخيف جدا. تجاوز أبوي خلهم يقولون وش سوي نضربهم. لا لا أنت تكلمني الآن معي هو على الكلمة ترى ما أتكلم عن الكلمة. طيب الكلمة يا أبو منصور وش بنسوي يعني؟ صلي عندي. الآن أنت قاعد تصدر محتوى للمشاهد، أنت المفروض أنك إعلامي الآن صح. طيب انت الان دخلت شرحنا لك جلسنا معك واعطيناك دورات وتكلمنا معك. جنبني يا ورع. أوه. المشكله ان هذا في جهه وهذا في جهه ما هو عنده جنبه هو اصلا جنبه شو يقول ابو حزام انا باخذ ابو حزام. لا لا لازم مراجع الاعداد سالم. ليه سالم المحتوى هذا المفروض احنا اللي طلعناه الحين. طيب ليش نطلع احنا اللي صدرناه ما حد رابهم. قالها سالم كم على الشاشه يا محمد ما حد رابهم يا سالم. لا لا طلع على الشاشه احنا قاعدين نصدرهم احنا اللي نصدرهم. محمد هو تداول بتويتر تمام وطلع على شاشة وصار ترند. انت لابد انك تعلق عليه ولابد نطالب بعقوبه. تفضل منصور. شيء طلع على الشاشه ما احنا ساكتين وممررينه بس قلنا نسكت تم احنا مزاكتين. هذه واحده. فعلا مثل ما قال ابو عبد الله طلعنا مشعل في الكوفي شروم وعمان اصلا يقول انا اصلا ما اخطيت بس اني اعتذرت. وطلعنا نواف ونواف قلت لكم انا انه طلع في بث تيك توك مع نواف بن عقاب ومع بهاج وقالوا له يا نواف سوى اللي ما يتسوى. انت ايش دراك؟ طيب متابعهم يا ساتر. اي ناصحين اثنين قالوا سوى اللي ما حد سواه قبلك. هذا هو اللي ما حد سواه قبلك. ليه ما سواه عقاب نواف وبهاج؟ ما هي ذيابه ما سووا شيء. لا ما سووا ما سووا شيء. لقوا الدنيا مفروشه سجاده ويستاهلون والله وسبعين يستاهلون. لكن هذا الان احنا على كلمه جنبني يا ورع ويتفلت عليه والرجال يرتب الكراسي ما بصوب. هو ذكي ترى مشعل في ذي. انا احترم مشعل لانه تجاهله واستغبى وخلاها تمشي. الشباب دفوا نواف. القضيه مي بينا. القضيه وش القضيه؟ الربع الشباب فعلا ما عندهم محتوى. ما عندهم محتوى. هم ذكروني بواحد راح للعراق يتاجر. راح العراق من اول من الجربيع الله يرحمه. لا لا بدون جربيع. ما في مكان يا سالم. خلاص افلحنا من الجربيع. راح العراق. راح العراق حلو يشتغل هناك. في قديم الزمان كانت نجد يعني في حاجه فهم يروحون للعراق يعني يستزيدون منها. كان خير هناك. اشتغل 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 ونسهله واستانس وكون له اسره هناك. جاء ذاك اليوم لواحد يسعى يركض يا فلان ابشر بهالك. جاو هلا جايين من نجد. قال وشو؟ قال ابشر بهالك. قال ابطب ساعه الشر. ما يبي هلا. الان يوم رجعت القناه كلهم يقولون ابطب ساعه الشر ما يبونها ترجع. ليش؟ ما عندهم محتوى. لذلك انشبوا. كان محتواهم انشبوا يا رب والتعاطف يستقبلون الجمهور. متى بنرجع انه ادعولنا محتوى ادعولنا بنرجع نجتمع. وش قالوا؟ علموكم الموعد. يوم جات الصدق ايه صار ما في محتوى. ما في محتوى. تقعد عافية ابو حزام. انا ابي بداح لكن انا ما اروح لبداح. بداح ابو حزام يقول نواف الاكلبي دخل مساحه مع نواف عقاب ومع بهاج واججوه وقالوا سووا مشاكل. يعني انه قاعد يصلح الان النصيحه اللي جتها. صحيح. تقول يا بداح؟ انا اتفق مع ابو حزام في نقطه، لكن لو نرجع للسبب الرئيسي. أيوة. يعني السبب الرئيسي اللي خلى الاحداث هذه تصير هنا هو القرار الاول بان المتسابقين يطلعون ومعهم جوالاتهم. طبيعي راح يكون في تاثير سواء من الجمهور ولا من سواء الناس اللي في التيك توك. بيكون في تاثير. يعني انا يا نواف لما ادخل مع القوت سالم حزام
طيب ليش انت دخلت معك ابداح يكون الموضوع مو كذا؟ السبب من صاحب القرار اللي سمح لهم يطلعون. اي يعني خلاص رجعت القناه لها وقت معين. طيب انا اتوقع تكلمته في الموضوع هذا وعرشته عليه، لكن انا ارجع للسبب اللي خلاهم يتصرفون التصرفات هذه. السبب اللي هو الجوال. الجوال الجوال انا ما بيدخل قبل ما تبحر بعطيك معلومه. قبل ما تبحر تدري انها ثاني هوشه لهم هذه امس؟ لا محمد علي ما ندخل في ذي المشاكل، اروح افرق بينهم. انا اسمع مني ابو منصور، شوف الان الهوشه امس وقبل امس تهاوش وتهادوا، لكن تمكنوهم ودخلوهم. طيب هذه اعطيك المعلومه، هذه واقعيه يا ابدح. دقيقه، انا اشوف انها هم رابطينها بالاحداث. حلو. وفي توصيات للاسف ان في اسماء برا توصي ان الناجح في البرنامج يجب ان يصنع احداث. طبعا يقولها بسخريه، لكن الذكي من اللي يصنع احداث ايجابيه. يعني كيف انا اطلع للجمهور بحدث يكون استثنائي؟ حدث الجوال تقليدي، الهروب تقليدي، الهوشات تقليدية. يعني ما فيه أي شخص فكر، يعني هم جوك ونصحوك قال سو أحداث، لكن أنت الأحداث تروح تقلد أحداث قديمة. يعني الهوشة هذه اللي هي بالهوشة زي الناس الهم اللي ضرار وهي يعني تجادل بصوته. والله أن الحدث الأكبر هو أنه هو مجيئك اليوم، لا حدث ولا غير. يعني ما ربطوا الحدث صح. حتى أنت إذا بتسوي حدث فكر يا اخي، اجلس مع نفسك قول انا كيف اسوي الحدث، ابطلع حدث، انا كيف اسوي حدث، طلع حدث جديد. لكن نرجع ونقول يجب ان نرجع للامر الاول اللي هو يجب ان المتسابقين يواجهون بقرارات صارمه. يا سلام. بس ابداح يقول يجب ان المتسابقين يكون في قرارات صارمه تردعهم من التجاوزات اللي يصلحونها لنا. رابع يوم اليوم احنا نشوف تجاوزات. ابو منصور وش تقول؟ انا اقول عبد الله الروقي تبي تعلق على المحور ذا؟ ما بيعلق على المحور ذا، انا اسال وانت دخلت. والله طيب على ما يساله هو، جهزوا لي المحور الثاني خلينا نشوف. طيب المحور الثاني اكثر من كذا واقع يا ما فيها على طول عبد الله الروقي. ها